السلام عليكم ومرحبا بكم في فلوق جديد اللي غادي نبداوه من مراكش، ولكن ما غاديش نشوفوا مراكش. يلا غادي نبداو نهير هذا هنايا. الحمد لله كنا غادي نخرجوا بكري، ولكن ملي كاينه الشميشه مزيانه حاولنا نستغلوا هذه الفرصه هذه ونكملوا الطريق ديالنا ان شاء الله. عرفتي المطر كيفاش يكون وعرفتي كيفاش يدوز. انت راه درايفر ما تيديرش بحال هكا السوار، اما بين الدروبه تيدوز. عرفتي هذا الموتور مليون موتور، قالوا الفيتنام والطايلون ما كتعرفوش المطر. كاينين جوج ديال الحوايج غادي نقولهم، وحده خايبه وحده زوينه. الحاجه الزوينه وهي الا بغيتي تشوف جمال الفنا اجيلو في الصباح بكري، ما تكونش بزاف ديال البشر والسوق عاوتاني. الحاجه الثانيه اللي خايبه هو الاثمنه اللي كاينين في السوق، راهم اثمنه خياليه. شتي زعما بهذوك الاثمنه وبهذاك البيع والشراء، والله يا خويا راه انت تدخل الجنه نيشان هو ما يدخلش، والله العظيم يا صاحبي. انت راه ما يمكنش اصاحبي سروال قندريسي بحال هذا تبوك 700 درهم اصاحبي، مالو مخيط فين؟ مخيط بالذهب. ترى الحماقه صاحبي، واحد الاثمنه زعما تيديبريسيو هذوك الاثمنه ديال بصح وتيبقى فيك حتى بنادم براني، لانه ما دايرينش واحد البلاكه فيها الاثمنه. بحال دابا ملي تمشي لوروب كتلقى بلاكه فيها الثمن، بغيتي تشري شري بهذا الثمن، بغيتي يصير بحالك هنا تيضربك على حساب شعرك، تيضربك على حساب الجنسيه ديالك. السلام عليكم. السلام عليكم. صافا خويا بخير هانيه؟ لا لا بلاش، ما باغي نصور لحنا شلي والو. الله يحفظك، تنصور الديكور. الله يحفظك. اوكي غير الديكور صايب. الله يسر ليك اخويا. فمك انا فين انتيا؟ انا في كتوبيه. كتوبيه؟ فين جات الكتوبيه؟ في مراكش. لاز لاز لاز. شنو شريتي من مراكش فهمك؟ هذه. شنو هذا؟ سكارف. سكارف زيف. زيف زوين. شحال شريتي؟ اتس باشمينة بس ام نوت شور. شحال شريتي؟ ها؟ شحال شريتي؟ 40 45 50 في 40 45 45 اي واز نير خمسة اي واز كلوز 45 شنو؟ 45 شنو؟ 45 اورو 45 دولار؟ دولار 45 دولار؟ لا شحال؟ 45 شنو؟ درهم 45 درهم دريجة نقولوا السير سير هلف سير حمادة سير حمادة وسير في حالك وسير في حالك. احنا وصلنا لواحد الكومبينغ دابا، الاسم ديالو كومبينغ الزيبرا، جا في اوزود بعيد على الشلاله ديال اوزود بجوج كيلومتر. يلا وصلنا ليه دابا. دابا مع كاين البرد الكومبينغ كامل خاوي. مارسيل كان يو سي سامثينغ؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. هذا هو الكومبينغ، ها هو بنادم عنده الكرافان ديال الكامبر ديالو تما. ها هما عاوتاني الناس هنايا. حنايا كاين كاين اللي بغيتي فيه الغرف، كاين بغيتي كومبينغ عندك لاطونت، ولكن مايمكنلكش دير لاطونت هنايا لأنه كاين البرد دابا. أما إلا كانت عندك خيمة ممكن تحط الخيمة ديالك هنايا.
ما بين الاشياء الجميله اللي كاينه هنا في شلاله اوزود، وهي ان الطريق باش تتمشى في الشلال وتشوف المناظر ديالو من الفوق انها الطريق منظمه. كاينين جوج ديال الطرقان، كاين الطريق التحتاني اللي كتشوف الشلال من تحت، وكاين الطريق الفوقانية اللي كتشوف الشلال من الفوق. بجوجهم قادين، بجوجهم ما عندك مناش تلف، ما عندك مناش خاف، هادي ديالها كامله هي هذيك الحمد لله. وفي نفس الوقت ممكن تلقى بلايص فين تكري ولا شي حاجه بغيتي تقرب لهذا الشلال، تكونوا بلايك ديال الاماكن اللي ممكن تكريهم اللي بغيتي، تكون ثمن مناسب فهاد الوقيته هذه اللي فيها دابا حاليا. اما في الربيع ولا في الصيف غادي راه كتكون غاليه. واحسن فتره باش تزور فيها شلالات وزود وهي انك تجي في فصل ديال الربيع اللي تكون الماء صافي، اما دابا راه الماء شويه مخلوط. واحد حاجه خصني نقولها هو ان الناس ديال المناطق هادو تيجي في الاول تعرف تيشوفك مع الكوار وتيشوفك نتايا، تقول ربما لا كاوري تبقى عليك بهذيك هالو ولا تقول لك بونجور ولا شي حاجه، يا يفاد تبقى عليك بهالو ولا بونجور ولا شي حاجه، ولكن ملي كتقول له مغربي تقول لك اهلا خويا بخير هانيه لاباس مزيان بخير، تبقى يزيد يسول فيك وتيعرفك اكثر وتيهضر معاك. ولكن كاينين بعض المدن السياحيه لا داعي لذكر الاسماء ديالهم، تيجي عندك تقول لك هالو سير مثلا ولا تيقول لك بونجور ولا شي حاجه، غير فوا تقول له السلام عليكم تيزيد في حالاته، ولا كان مع صاحبه تقول له واه مغربي والله حتى وقعت لي انايا، وما بغيتش نقول الاسم ديال المدينه باش بلا ما ينوض لي لاصطاع لا والو. بحال ما هكا قال لي اكسكيوز مي وير ار يو فروم، قلت له ام فروم موروكو، قال له قول صاحبه، قال له واه مغربي، ها مغربي تقول لك كل شيء. هذه هي البحيره ديال بين الويدان، ولكن دابا كاين الضبابه ما تيبان والو، كاين الشتاء. هذه هي البحيره للاسف ما تيبان والو، الجو شويه معنكش، شوف الضبابه كي دايره للاسف، يمكن ليناش نشوفوه هذاك الشيء واضح وباين. يلا غادي نصايقن الطريق ديالنا من لهنايا. يلا شادين الطريق ديالنا لفاس ونتمتعوا بهاد المناظر هادو. للاسف الجو ما مساعدناش، ولكن الحمد لله على الخيرات ديال الله عز وجل فهاد الشتا هادي. هانتشوفو المناظر كي دايره من هنا، هذا كامل ديال بين الويدان، جينا من هاد الطريق هادي. ويلا حنا سالين ان شاء الله. ها تشوف، يا سلام يا سلام. واحد الحاجه اللي مهمه ربما انا ما انتبهت ليهاش لانني ولفنا عليها ديما تنقراو عليها ديما تنسمعوا عليها، هو ان دابا معايا الاجانب في الطوموبيل، معايا الناس هولنديين، الناس المدرسه الدراري سبحان الله العظيم على شحال من كيلومتر تمشوا باش يوصلوا للمدرسه في هذه المناطق هذو، راه تيضربوا الطواله ديال بصح ويا الشتا، وبنادم تيتم غادي الدراري صغار تيديروا تبقاو يديروا لينا اوتو ستوب، وحنا خمسه في الطوموبيل ما يمكنليناش نهزوا خمسه، صافي هادشي اللي كاين في لاسيرونس. وسبحان الله العظيم تيتموا غادي الناس تعجبوا قالوا كيفاش دابا هاد الناس غادي يقراو وكاينه غير مدرسه، كاينه غير مدرسه مثلا، كاينه غير مدرسه ابتدائيه وما كاين لا ليسي ما كاين لا الجامعه، كيفاش غادي يديروا هما؟ هاد الملاحظه طرحوها. شوف سبحان الله العظيم عرفتي شحال ديال الدراري تيتمشاو في الشارع في الشانطي تيتمشاو حيت ما كاينش بتروطوار ولا شي حاجه. كنتمنى ان هاد الناس هادو يديروا لهم شويه ديال الحل، على الاقل دير له شي تروطوار فين يتمشى، اما تبقى تمشى في الشارع راه شويه خطر عليه. الفلوق ديالنا ديال اليوم، يلا الحمد لله وصلنا دابا لفاس. الجو كان الشتا والبرد، ولكن دابا ملي دخلنا لفاس الحمد لله كاينه الشميشه، ولكن هذاك الشيء الجو متقلب، يعني تكون الشتا تكون الشمس شويه وثاني تكون البرد، اجواء متقلبه. كما دوال الفلوق ديال اليوم، كنتمنى انه عجبك هذا الفيديو، اذا كنتمنى انك تضغط على الزر ديال الاعجاب، ولا كانت شي ملاحظه ولا شي اقتراح ممكن تكتبها لي في التعليق اسفله. وننصحك انك تزور هذوك المناطق اللي كاينين في ازيلال
المناطق كاين مثلا كاين اوزود، كاين تمنات، اصيلار، حتى المدينه. للاسف حنا ما كانش عندنا الوقت بزاف لان جينا لفاس، من فاس مع العائله النساب ديالي غادي يركبوا من فاس غادي يرجعوا لهولندا، وانا مازال عندي واحد يومين هنايا في المغرب وغادي نمشي نوصل عليهم. يلا تحياتي ليكم ونشوفوا في الفلوج الجاي باذن الله، ربما يكون في المغرب ربما غادي يكون خارج المغرب، مازال ما عرفتش بالضبط، ولكن 100% غادي يكون خارج المغرب. ولو كنت اول مره كتشوف هذه القناه هذه كنتمنى انك تضغط على الزر ديال سبسكرايب. يلا تحياتي ليكم والسلام عليكم.